حسمت المرجعية الدينية أمرها ووقفت بكل حزم وصراحة ووضوح إلى جانب المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، مؤكدة سلمية احتجاجاتهم في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية وخلوها من العنف، مدينة بذات الوقت الاعتداء عليهم بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب، داعية لمحاسبة وملاحقة من يعتدي عليهم وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة. إن من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية. إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. المرجعية شككت في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية بتنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا. لم يتحقق إلى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة منهم وإلغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها. وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين. المرجعية أكدت أيضاً رفضها المطلق لتدخل أي طرف خارجي في معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي باعتبارها معركة وطنية تخصه وحده. إن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه. لم تكتفي المرجعية بالدفاع عن المتظاهرين فقط، بل ذهبت بعيداً ووضعت خارطة طريق واضحة المعالم من خلال قراءتها الدقيقة لما يجري على الساحة، وهذا بلا أدنى شك جعل جميع القوى السياسية في بودقة الاختبار،